السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم يا شباب بنات، حياكم الله جميع. اليوم راح نتكلم عن لعبة تحدي الملوك والأحداث في سلسلة الأحداث كاملة. شرحنا في بعض الأحداث اللي نتكلمنا فيها في تحدي الملوك، اليوم راح نكمل الأحداث الفردية. اقرب حيحيك، حياك الله. الأحداث اللي اليوم عندنا إياها اللي راح نتكلم عنها حدث الذهب، حقل المملكة، وحدث الحكمة من الأحداث الفردية في أحداث المملكة اللي تكلمنا فيها في الفترة اللي طافت. واليوم راح نتكلم عن الأحداث أيضا الاستثنائية اللي راح تيجي خلال الفترة اللي طافت وتكلمنا عنها بجميع الأحداث، واليوم راح نخصصها في بعض الأحداث. في حال راح نتكلم في اكتساب نقاط على حسب الاشتراكات في الأحداث الشهرية كمثال: أبراج الموارد، عرش الغزو، عرش السيرفرات، وغزو التحالفات. الحصول على ميدالية الفخر زين بناء على اجمالي القتل التي سيتم تحصيلها عليها من الاحداث السابقه، ويمكن تبديل ميداليه الفخر بجوائز اللي انت حصلت عليها خلال الفتره اللي طافت من النظام يشرحها، وين اللي شرحناها احنا في الاحداث. لما تدش على الاحداث تعرف شنو النظام اللي راح يشرحه. حفل المملكه وحدث الحكمه تكلمنا بنفصلها بالايام الجايه. اذا حاب نكمل في الفردي من ناحيه الاحداث راح نتكلم عن الفردي من ناحيه الاحداث بتحدي الملوك، وإذا حاب أنت تشوف السلسلة كاملة من ناحية الأحداث تكلمنا عنها بشكل كامل على أساس تقدر تنسق المملكة لغزو السيرفرات في الأحداث الجماعية، وعندك غزو سيرفرات، وعندك مراكز أتلانتس على أساس تقدر تنسق الباقي كله. شرحنا كل شيء بالتفصيل الممل. حطني رأيك حاليا بعد انتهاء سلسلة الأحداث، وإذا كان في أشياء جديدة راح نتكلم عنها، والفردي أيضا راح نتكلم عنه في تحدي الملوك. نشوفكم إن شاء الله فيديوهات جديدة. لا تنسى اللايك وحطني رأيك تحت إذا أعجبك شيء، وفمان الله.